أقنعها لاعبو أنصار نادي عين الدفلة بعد التأهل إلى الدورة السادس عشر على حساب تضامن سوف. الرعد دخل اللقاء بدون مقدمات بالضغط على مرمى أبناء سوف، غير أن اللمسة الأخيرة كانت غائبة على غرار لقطة المهاجم بالعيد الذي انفرد بالحارس العرج، لكن كرته تجانب القائم في أول وأخطر فرصة في الأربعين دقيقة الأولى. فيما اكتفى تضامن سوف بانتهاج خطة دفاعية، لكن ذلك لم يمنع أبناء عين الدفلة من الوصول إلى شباك فريق تضامن سوف في الدقيقة 44 بهدف أمضاه بيرون، هدف حرر الجميع. الشوط الثاني، ورغم محاولات أبناء سوف للعودة في النتيجة، غير أن المحاولات باءت بالفشل، بل الخطورة كانت من أبناء الأرض خاصة عن طريق الهداف بيرون الذي حرمه الحارس العرج من الثنائي. ليحقق عين الدفلة الأهم ويضرب موعدا لمولودية وهران في الدور القادم. الوفاق تأهل